تهجرت شديد من رمضان الماضي بسبب القصف الروسي الهمجي وعصابات الأسد الهمجية، وأجيت على ريف عزاز وعملت هذا التنور مشان اتعيش منه، وهاي أنا مصلحتي، يعني مصلحة قديمة أنا بشتغل فيها من 20 سنة. الحمد لله رب العالمين، وعنا هلأ صار 70، بتروح وبترجع ماشي الحال، بيأكلوا منقوشي هالصبح مع كاسة شاي وعايشين، والحمد لله رب العالمين، أنا وولادي وإخواتي ماشي الحال بهالمحل البسيط اللي شايفينه، والحمد لله رب العالمين مستورة.